السلام عليكم، معاكم مطبخ ام علي من يورك. كل سنه وكلكم طيبين يا رب. النهارده هنعمل حاجه جميله قوي، هنعمل لابستر. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. ده خلاص هو كده جاهز، هحط عليه التوم بتاعي. يلا بينا. ده التوم بتاعي، حطيت عليه اللي هو الكمون والملح، وهضيف عليه الليمون زي ما انتم شايفين، وهبتدي اشتغل اعمل عليه اقلبه. وبعدين هسيبه شوية، وبعدين اضيف عليه هاف كريمة. حطي تلت كوباية هاف كريمة، وبعدين اشتغل عليه. زي ما انتم شايفين هو كده جاهز، جميل جدا. هسيبه يشرب شوية الليمون والثوم بتاعه، وبعد كده اضيف له الهاف كريمة بتاعي، عايزة برضو يشربه. هيبقى سوفت وجوسي وفي نفس الوقت كريسبي، حقيقة هيبقى روعة جدا. يلا بينا، خليكم معايا. هنزل دلوقتي بالهاف كريمة عليه بالشكل ده، جميل خالص. وبعدين هعمل ماكس عليه بالشكل ده الجميل ده، وبعدين كده بيبقى جاهز. زي بلاك زي ما انتم شايفين، حطيت فيه الدقيق بتاعي نزلته جوه، وهنزل باللابستر بتاعي عليه، وبعدين هعمل ماكس عليه، هنزل بيه كله. انا حاطه كميه كويسه من الدقيق، وبعدين هقلب كل ما بعض، وانزل فيه في الزيت بتاعي. هقفل الزبرات عشان اقدر اتحكم فيه بالشكل ده، وافضل اعمله كده. في النهايه هخرجه عشان اقليه، مش هياخد مني اكتر من دقيقه ونص، سريع جدا. ابتدي خلاص اخرجه بالشكل ده من الفلاور بتاعه، من الدقيق بتاعه كده، وانزل فيه في الزيت عشان اقليه زي ما قلت لكم، سريع جدا. ماخدش معانا وقت زي ما قلت لكم، دقيقة ونص ده نافي جدا. يلا بينا خلاص بقى عليه، شكله خلاص هو خلاص استوى. انا هطلعه دلوقتي عشان ابتدي اضيفه في الطبق بتاعي. جميل الشكل النهائي ليه بعد ما خلصناه، شايفين قد ايه سوفت من جوه وكريسبي من بره، حقيقي وجوسي، جميل جدا جدا. اتمنى تجربوه، هيعجبكم قوي قوي قوي، حقيقي انجوي روعة. بتحطوه مع اي صوص انتوا بتحبوه، انا حطيته كده، حلو قوي قوي. كل سنة وانتوا طيبين.